الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والشهادة هو الرحمن الرحيم. السلام هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
السماوات والأرض ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك الشهيد والشكور الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بال ومما رزقناهم ينفقون بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ والذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما شاء الله ختم الله على قلوبهم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Allah la hasan. Jamani sisi leo ilikuwa aiwa inshallah. Ilikuwa kama kusikiliza. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا كان
عينا فيك تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا صدق الله العظيم.